جيسيكا حلو شفتان موت جروب 5 اور صوفي سكوت عطانا كثير بحريته هو اكسبيرينس كثير حلوه يعني تعودت يكون عندي اصحاب اكثر ريسبونسابيلتي اكثر تعودت كيف هيك يعني يكون عندي كل شيء بحبه هيك اتعصم مع غيري بونجور انا شفتان ساندرا ابو مصلح من جروب سان جاك لبوار و من اول ما فتت على سكوت ما صار لي زمان بالسكوت بس من اول ما فتت على السكوت السكوت مبدئيا غير لي كل البيرسوناليتي تبعي يعني انقلبت 180 ديجريز سامر سلامه شيف كلون بجروب سانت فلامك فلبين الشيء اللي جاب لي سكوت على حياتي يعني صرت مسؤول عن حالي صرت كثير اتكل على حالي وصرت اتكالي بالحياه اسمي ماكس سليبا شيف تروب فرانسيس كان بدارو انا فتت على سكوت كنت بعدني لفتو يعني وقطعت بكل المراحل واهم شيء بتعلمه في ريسبي وديفلوبمون ديال بيرسوناليتي بس يعني بتتعلم يعني بتشوف ناس وبتصير شخصيتك بتنميها يعني اسمي أولغا لحود شفتان بيونير جروب عندي أسبتي نوتردام سابوت شو جاب لي السكوت على حياتي كثير اشياء يعني ابار انه عندنا 5 بوت انفات عن جد ال 5 بوت قدم لي اياهم واهم شيء التنميه الشخصيه حسيت شخصيتي مش صارت واو صارت سوبر واو رميان جروب 5 كارك فالحباب شفتان مات بارو السنة قبل شفتان لل هيدا انه عرفت اكثر على الجروب وصار لي كنت اشتغل اكثر على الجروب كجد ك بزنس باغ اكيب يعني و سبيريتشاليتي فونكسيون تبع اسيستون شيف جروب اسيستون شيف ترو بالاحرى شو جاب لحياتك سكوت غير لك الحياه هي جروب جروب مال فريم فرد بيان مون لي بون تروا ديستريكت كيف غير لك كيف غير حياتي طريقة تفكيري يعني طريقة تفكيري قدام العالم طريقة تفكيري عامة نفسيتي من جوا طريقة تعاطيي مع خيي ميسي مش انترست شفت ان تروب عطانا بيروت شو جاب لك سكوت لحياتك؟ عطاني مسؤولية سكوت اوكي ماريا ازاي جروب شانفيل شفتان اكليروس اذا بدنا نحكي براتيك بكل العقود مع غير البيت بكل شيء اكثر داخل بالتالي مع بيترا شرفان شفتان لوفتو سان فانسون دو بول برج حمود لا فراتينيتي نو راسامبل تام كثير حلو لازم نعرف كيف بدنا نقطعه فينا نقطعه بكذا طريقه اكيد اللوفتو حسب اعمارهم اكيد سو فورم دو جو دون لي اكتيفيتي والتام اكيد رح يرفقنا خلال كل السنه بدنا نشدد اكثر شيء على الاسبري ديكيب واسبري دو فامي دون شاك سيزون سي او شفتان مات دو سان جريكواز اشرفيه يمكن فينا نطبق هالتام ستيل انه نعمل بروجرام بين فرق يعني جروب مع جروب يعملوا بروجرامات او فينا نحن نعمل مثل نروح على الجمعيات او مؤسسات خيريه هونيك نعمل لهم انيماسيون هاي كيفك اليما هيك انا جو خليفه شفت لا مشيت ماركو بولو نحن قليل يعني بالجروب يعني بالكلام فبقى كثير هين نكون اخوه بين بعض كلنا تقريبا من عمر بعض وساكنين حد بعض وهيك فهين علينا اوكي كوفيك كشفشان شيف تروب من جروب اندري انتليس جيل فينا نطبق التام هالسنة اخوة بتجمعنا بطريقة انه نضلنا مجموعة مع بعضنا ونحب بعضنا ونساعد بعضنا بكل المراحل الصعبة الهينة بس ياسر جان فتا اسيستان شيف دو تروب اكليرور اند دي بريج رح نطبق فراترنيتي بالتروب تبعنا من خلال نمشي على الواسكوت نمشي على البسكوت العادة نحن اصلا ماشيين عليه عند دابي كفاية اسيستان شيف تروب انتوني سرور عشنا كثير رح تكون عربوا الاساس فينا نطبق فراترنيتي بكوند جروب بجورني ب قصم مهنات زيادة برانكونت مع بعشرين ألف بالشهر مع أنا أسيستان شيف تروب جروب سان ميشيل تريبولي
سكوت جاب لي على حياتي كتير قصص، اهمها انه نكون فاعلين بمجتمعنا، نكون عنا شخصية قوية، يكون عنا مبادئ، نحب العالم، نشتغل للعالم ونخدم. بليز شيف تو، حامو ديليغاسيون لشيف تو، هي تعلمناها هذيك النهار بالكام. تفضل. أنا كنت الكشافة. علي صوتك. علي صوتك، بليز شيف. لا أول ما كنت على الكشافة، تعلمت كثير أشياء بالحياة. تعلمت صير أوثق بحالي، وأحمل مسؤولية كبيرة. لو شو ما صار أنا رح ضلني بالكشافة، لو شو ما صار